تطهير القضاء. تطهير القضاء. الشعب يريد تطهير القضاء. الشعب يريد تطهير القضاء. الشعب يريد تطهير القضاء. لا عدل ولا استقرار ولا وطن آمن إلا بقضاء عادل. فإذا ما استمر أمثال عادل عبد السلام وغيره في القضاء المصري فلا أمان ولا استقرار. يريد الشعب يريد تطهير القضاء. وشكرا. محمد مهر عاشور مفقود من ياسر علي لبنان.